يعود تاريخ سور الرقة إلى العصر العباسي الأول، شيد سنة 155 هجري 772 ميلادي من اللبن المجفف تحت الشمس باستخدام الجص كمادة رابطة، وأيضا باستخدام أعمدة خشبية من شجر الصفصاف. يبلغ طول السور 5 كيلومتر تقريبا، أما طوله الحالي 3.5 كيلومتر. يبلغ عرض السور 6 أمتار، أما ارتفاعه من 9 إلى 13 مترا تقريبا. يأخذ سور الرقة شكل نعل الفرس المبني على هيئة سور بغداد المبني في عهد أبي جعفر المنصور. أجريت ترميمات كثيرة على سور الرقة، آخرها ترميم عام 2010، والذي تضمن فك الجدران المبنية باللبن وتدعيم أساساتها واستبدال اللبن التالف نتيجة الرطوبة بقطع جديدة أكثر احتمالاً للعوامل الجوية. تشير الدراسات الأثرية إلى أن سور الرقة قد شيد فيما مضى بشكل مضاعف، حيث كان هناك سور داخلي وخارجي يفصل بينهما، وهو الجزء الذي يسمح بتحرك الجنود لحماية الأسوار. ويبلغ عرض الفصيل الداخلي 20.80 متر، ويهدف إلى تسهيل حركة الجند والأسلحة وتبديل الجند. والخندق المائي الذي كان يحيط به من الجهات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية، وذلك لحماية السور من الرطوبة وتفتت أساساته بعد ملء الخندق بالمياه لحماية المدينة عن طريق قناة النيل التي قام بحفرها قديما الملك حمورابي فيما جددها بعد هارون الرشيد في عصره.